فالثومة احنا كنعرفوا على انها منافعها كثيره، كنطيبوا بها وكناكلوها ايضا في مجموعه من الوصفات مزيانه، كذلك الوصفات ديال الجمال السيدات كيستعملوها للجلد للشعر، فعلاش الثومه عندها هاد المنافع كلها؟ شنو السر ديال الثومه؟ فاولا بدا خصنا نعرفوا الاصل ديال الثومه منين جا. فالثومه جاتنا من اسير متوسطه واللي هو الاصل والموطن ديالها، فكانت كتدخل في الطقوس ديالهم، من بعد ولات كتصدر للحضاره الفرعونيه اللي هي في مصر القديمه، كما كنلاحظوا كتكون حتى في الرسومات ديالهم لان كانت كتعتبر من النباتات المقدسه، باش نعرفوا الاهميه ديالها. كذلك بالنسبه للحضاره الاغريقيه فكانوا كانوا كيعطيوها كمنشطات طبيعيه، كانوا كيعطيوهم جوج فصوص ديال الثومه قبل ما يدخلوا لاي مسابقه ولا اي مباراه، فاش كانوا يعني فاش كانت الالعاب الاولمبيه كما كنقولوا في التاريخ ديالها. فاهم المكونات ديال الثوم كثيره بزاف. الا نقول لك العدد ديالها اختي سناء فكيفوق 400 مكون. فأهمها أنها كتحتوي على المواد الأزوتية، هذه المواد هذه اللي كتنقي لنا الخلايا وكتنقي لنا الدم وكتنقي لنا الدورة الدموية ديالنا من دوك الفضلات من دوك الشوائب اللي كتكون فيها. البوتاسيوم اللي كنعرفوا الدور ديالو القوي بالنسبة للتوازن ديال الأيونات في الدم ديالنا. هذا التوازن علاش كيصلح؟ باش كينظم لنا الضغط الدموي، كينظم لنا الدوره الدمويه. كذلك المغنيزيوم اللي كنعرفوا انه من المواد الاساسيه كمضاد للاكتئاب والناس اللي كيعانيوا من التوتر. الحمض كيحتوي على عده احماض، لاولها اللي هو الحمض الكبريتي، الحمض الفوسفوري، والحمض الكريمي اللي هي واحد الماده كيميائيه. هاد المكونات هذه اللي كتجعل منه فعال ضد المشاكل اللي كتكون عندنا على مستوى ديال الفروه ديال الراس ديالنا، مثلا لا بالنسبه للتونيا لا بالنسبه للبكتيريا لا بالنسبه للفطريات، وكذلك لا بالنسبه للفيروسات اللي يمكن يتصاب بها الانسان. كذلك يحتوي على كميه كبيره من الفيتامينات بي والفيتامين سي وكذلك الفيتامين دي، وكذلك يحتوي على مواد كثيرة أبرزها الجرمانيوم اللي كما كنعرفوه هو مضاد حيوي طبيعي. فالميزة والخاصية ديال الثومة كيفاش كنستعملوها، يعني الفوائد الصحية ديال الثومة، فأولها أنه مدير للبول والعرق، يعني كيساعدنا باش كنتخلصوا من دوك الفضلات اللي كيكونوا في الجسم ديالنا بواحد الشكل طبيعي، بواحد الشكل اللي ما كيأثرناش على الصحة ديالنا، وبالحفاظ على الماء اللي كيبقى في البشرة ديالنا. كذلك الثوم فهو مضاد للكثير من الأنواع ديال الفيروسات والبكتيريات اللي يمكن الإنسان يتعرض لها. كيعالج تقريبا في الاول، يعني في الاوج الاول ماشي حتى كتطور المرض، بعض انواع مرض الاعصاب اللي كتنتج على الاكتئاب. الطريقه ديال استعمال الثومه، فمن الاحسن اننا ناخذ جوج فصوص ديال الثومه كل يوم، ناخذوها نديروها في الشلاضه، نقطعوها مع شي حاجه، نحاولوا نديروها مع ياغورت مسوس مثلا. يعني نستهلكوا هذوك جوج فصوص ديال الثومه في اليوم، فهي مفيده، كتعطينا المناعه، كتعاوننا، كتعطينا التقويه ديال غادي نعاود نذكر معاك بهاد الوصفه اللي دابا كتعطينا. اذا قلتي هذه صالحه لكلشي؟ كلشي نعم. كناخذوا جوج فصوص ديال الثومه، اذا غادي تشد السيده كاس ديال الياغورت طبيعي وتشد جوج فصوص ديال الثوم، ماشي جوج ريوس، لا جوج فصوص، جوج طريفات جوج طريفات ديال الثوم، وتقردهم مزيان وديرهم فيه طريين. نعم طريين هكا، ما تبخرهم ما والو، فهي كتعطيها غتستافد من الثومه 100%. هذه فوقاش ممكن الانسان ياكلها دكتور عماد؟ بالنسبه للناس اللي كيكون عندهم مشكل ديال المعده كضرهم هذه، فمن الاحسن مورا الماكله، او مثلا ناخذ واحد طريف ديال الخبز كامل اللي بالنخاله ديالو كما كنقولوا، ناخذوا شويه ديال الخبز وناخذوا مع هذا الياغورت الطبيعي مع 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 الثومه. وبالنسبه للناس اللي الحمد لله ما كيعانيوش فياخذوها هكاك طبيعيه، ماشي مشكل. اذا صالحه لجميع الناس، الناس اللي عندهم مثلا مرض السكري او التونسيون. غالبا ما كنقولوا الثومه والتونسيون خص الواحد اللي يرد البال. الثومه هي ماشي هي ما كتهبطش التونسيون في دقه واحده كما كنقولوا، فهي كتعادلوا كتوازنوا، هي ماشي بحال الحلبه. الحلبه خصنا نردو منها البال والقزبور، هادو جوج ديال الحوايج اللي كيهبطوا الطونسيون بسرعه، كيمكن له يدي الانسان كما كنقولوا الاغماء. فالثومه سبحان الله كتعادل الطونسيون كتصايبو كما كنقولوا بلا ما كتضر بالجسم ديالنا.
إذن هذه وصفة من عند الدكتور عماد ليكم، والبونيوس ديما مضمون معك دكتور عماد. كل نهار نشدو كاس ديال ياغورت طبيعي، وغادي ممكن لالا تاخدي جوج فصوص ديال الثوم، غادي تقطعيهم طريفات صغار وتخلطيهم مع ديك الياغورت الطبيعي وغادي تاكليهم. شحال المدة اللي ممكن الإنسان يستعمل هذا الشيء؟ ماشي مشكل، لأن جوج فصوص ديال الثوم راه ما وصلناش القيمة اللي غادي تضرنا بالصحة ديالنا ولا بالمعدة ديالنا، و الجوج فصوص ديال الثوم ما غضرناش بالمعدة ديالنا. ثانيا هذيك القيمة ديال المواد اللي كاينة كتماشى مع القيمة ديال المواد اللي كيكونوا في الجسم ديالنا، فما غاديش يكون فيها مضرة، واخا ناكلوها ديما ماشي مشكل. احنا مازال غادي نتكلموا على الثومة وكيفاش نستعملوها ايضا في وصفات ديال الجميل ياك دكتور عماد. فاحسن وصفه اللي غنقولوا في الثومه، بعد ما اول حاجه الثومه ما نحكوهاش على اللحم مباشره لانها كتاثر، لانها كما قلنا راه فيها واحد الاحماض اللي كيمكن لهم يتقبلوا لنا الجلد ديالنا، فضروري نخلطوها بالزيت. ثانيا الثومه ما نديروهاش في جروح اللي كتكون مفتوحه لانها كتصعب انها تجمع، كتاخذ مده كبيره. واحسن وصفه ديال الجمال بالثومه هي الحفاظ على الاظافر. هاد الوصفه هذه كيستعملوها في روسيا كذلك بزاف، انا بسيطه ويعني ما كتطلبش شي حاجه، كنكون في الكوزينه كناخذ جوج فصوصه ديال الثوم ولا ثلاثه وكنحك بهم الضفار ديالي وكنخليهم واحد المده ديال ساعه ونص ومن بعد كنغسلهم ساعه ونص ونداوم عليها كل نهار. الضفار ماشي الجلده الفوق غير الضفيرات كنحكوهم. اولا كتحيد داك المشكل اللي كان بدايه الفطريات، ثانيا كتعطي التقويه لان كتزيد بتثبيت الكالسيوم على مستوى ديال الضفار، ثانيا الضفار كتولي كترجع لهم ديك النضاره ديالهم وداك اللون ديالهم. اذا هذه وصفه واحده اخرى للثومه باش تحصلي على الجمال والقوه ديال الضفران ديال يديك لالا. وحنا كنعرفوا السيده مع الطياب ومع الشقه كل نهار ممكن هذه المساله ديريها، تحكي الثومه في ضفارك وتخليها ساعه ونص ماشي اكثر. نعم ماشي اكثر، ساعه ونص. ساعه ونص ومن بعد نغسلوا اليد ديالنا. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.